أحسن الله إليكم. وهذا السؤال من طالب علم من أذربيجان. نعم. هذا سائل من أذربيجان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل أشرك بالله شركا أكبر في بلادنا خاصة، ولكن يوجد لدينا ترجمة. ما أكثر الذين يشركون الشرك الأكبر الآن في بلادكم وغيرها؟ نعم. رجل أشرك بالله شركا أكبر في بلادنا، ولكن يوجد لدينا ترجمة للقرآن، وترجم صحيح البخاري ومسلم. القرآن ما يمكن يترجم، اللي يترجم التفسير، ترجمة معاني القرآن، أما القرآن ما يمكن يترجم، لا يمكن ينقل كلام الله إلى لغة أخرى أبدا. نعم. وغيرهما من كتب التوحيد والدروس. وعندنا ترجمة. نعم. للقرآن وكذلك لصحيح مسلم مع البخاري. ترجمة للقرآن تعدل لمعاني القرآن. نعم. وكذلك صحيح البخاري ومسلم. نعم. وغيرهما من كتب التوحيد والدروس العلمية. نعم. طيب، هل يعذرون بذلك؟ اي نعم، الإنسان يظل وهو عنده الكتب ما يفهمها ولا يعرفها، عنده مكتبة ضخمة ويظل والعياذ بالله، لأنه ما يفهم العلم النافع ولم يأخذ العلم عن العلماء. ما يكفي الكتب، ما تكفي ترجمة التفسير وترجمة الصحاح والمسانيد والسنن، ما تكفي، لابد من عالم، لابد من علماء يبينون للناس ويدرسونهم على أصول التعليم. أما وجود الكتب فقط هذا ما يكفي شيء، هذا مثل السلاح مع الجبان. لو بيتك مليان سلاح وانت جبان ولا تحسن تستعمل السلاح ما ينفعك شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل كل من يعبد القبور ويكون من أهل القبور يعد كافرا بعينه؟ عندك شك في هذا؟ في بجدة سئلت شيخ عن الرجل بأذربيجان أشرك شركا أكبر، وعندنا ترجمة معاني القرآن، وعندنا ترجمة البخاري ومسلم وغيرهما من دروس العلمية وكتب التوحيد، وقلت أنه يعذر، أن هذا لا تعتبر حجة، يمكن رجل يقرأ شيئا ولا يفهمه، لا تعتبر حجة. وأخذ بعض المضلين عندنا هذا ويقول أن الشيخ صالح فوزان حفظه الله يقول أن الواقع أن الذي أشرك شركا أكبر في الدنيا يعتبر مسلما معذورا. يا أخي هذا في رجل خاص، رجل معين، ما بعام الجواب على رجل معين، ما بعام، ما يأخذ الجواب عام لكل أحد. الرجل هذا خاص به الجواب. طب هل هو يعتبر معذورا بجهل مسلما في الدنيا؟ إذا كان مثله يجهل. أيوة يجهل. إذا كان مثله يجهل يعذر، أما إذا كان مثله لا يجهل فلا. طب في جواب يعذر ويعتبر مسلما، يعني نعامله معاملة المسلمين أم المشركين في هذا المشكلة؟ أمره إلى الله. أيوة أمره يعذر يمكن عند الله، ولكن في الدنيا نعامله. أيوة، وقام عليه أحكام الكفر والشرك. طيب، يعني عدم بلوغ الحجة لا يجعل الرجل الذي وقع في الشرك الأكبر مسلما في الدنيا؟ لا هو معذور عند الله، ولكن في الدنيا يعامل معاملة الكفار. بس خلاص، جزاكم الله خيرا. يقول سماحة الشيخ: سمعنا أنكم تراجعتم عن تكفير من وقع في الشرك الأكبر كالاستغاثة بالأموات، واشترطتم إقامة الحجة للعذر بالجهل، فهل هذا صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا كذب علي، ولن أتراجع إن شاء الله عن تكفير المشرك
التفسير الكافر، لنا تراجع عن ذلك، يعني هذا تراجع عن الحق. نعم. Thank you.